رجعنا لكم بعد الفاصل. الريحة هنا يا ريتكم كنتوا معانا. البنات عايزين ياكلوا خلاص الحاجات اللي بتتشوي، اخذنا منها حتت وهي وسايبين اللي اتشوت وسايبين الباقي يكمل شوي. البصل والفلفل والطماطم ما خدناش من الطماطم خالص. الطماطم بقى بنعملها ازاي؟ يعني كده بناخد حته كده نشيل الباقي ده هنا وبنقطعها كده رفيع كده. بصوا تروح متقطعه معانا على طول ازاي، يعني تقريبا بنهرسها كده. بقى عندنا حبه مكونات هنحطها على الشاورما. بصوا بقى كلكم بتقعدوا تقولوا شاورما المحلات فيها حاجه مختلفه، حاجه مختلفه صح؟ لا او الساندوتش نفسه كده بيبقى فيه حاجه مختلفه. انا بقى وهي لسه قبل ما تتشرب عصارتها خلاص ادوق حته لحمه منها واحس انها كده حلوه استوت، هروح واخده معلقه دقيق صغيره. بصوا معلقه صغيره كده عشان دي نص كيلو، وهرشها عليها معلقه الدقيق الصغيره دي. ممكن معلش تحط لنا دوت هناك يا بسمله. معلقه الدقيق الصغيره دي هتروح ايه لفها لنا شويه، هتخلي فيها كده هو تراوه كده حلوه وجميله. هيبقى ليها طعم. في حد فيكم عايز يسال سؤال وانا بشرح؟ يعني اتفضلي يا رنا. هو يا ميس، هو ينفع نعمل الفته ونبقى نعملها فته شاورما؟ ينفع طبعا. بصوا بقى هنحط كمان عليها معلقه طحينه دي وهي على النار. ده غير السلطه اللي هنعملها بتاعه الطحينه. ممكن منديل. عايزين بقى نلفها في عيش. هنعمل عيش بسيط جدا وسهل عشان نلفها. بصوا اهي خلاص كده استوت، هنحط عليها الخضار. انا مش عايزه الخضار ده يعني يستوي تاني جواها، عايزاه بقى كده، فهشيلها من هنا هخليه هنا بقى كده عشان انا مش عايزاه يكمل. حطيته معاها وقلبته معاها ومش عايزاه يكمل. ده كده لسه مش الطبق اللي هنغرف منه، يعني مش الطبق التقديم، احنا لسه هنشتغل تاني. نشيل بس الحاجات اللي هنا اهوت ونظبط مكاننا. منديل بس عشان نمسح عشان نبدا نعمل ايه العيش بتاعنا. بصوا بقى العيش بتاعنا عيش سهل جدا. عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه دقيق، وعليها كوبايه ميه. كوبايه الدقيق كانت ماليه لحد هنا، يبقى هحط الميه زيها. اديني مضرب سلك، وهنزل بالميه بالراحه كده وانا بقلب. بصوا بتبقى سمكتها عامله ازاي. ممكن تديني رشه ملح صغيره ولا هتتلسعي؟ بصوا بقى كوبايه الميه بتاعتي كانت واضح انها ناقصه سنه، احط حبه تاني عشان هو له سمك معين. لا مش كتير قوي كده، ده احنا بنحط رشه صغننه على العيش، حاجه بسيطه قوي. انا هعلمك شكله. احنا هنحط شويه الميه دول فهيبقى ايه؟ زي العجينه. مش زي العجينه، لا هاتي الكبشه وانا اوريه لها. يعني نحط كوبايه الدقيق وعليها كوبايه ميه. لو لقيناها بالسمك ده او اخف سنه تمشي معانا، ممكن احط حبه ميه كمان، انما اتقل من كده لا. هو هيبقى خلاص كده. بص ليه عرق بيمط، شايفه؟ بس هحط الكبشه هنا مكان الدقيق، حسبي عشان هيقع. بس اهم حاجه نعرف ان مفيش اي دقيق هنا. خلاص كده طاستنا سخنه. بس نحط برضو، هو طريقته على فكره ما فيهاش بيكنج باودر، بس انا بحب احط عليه رشه بيكنج باودر خفيفه بتخليه هش من جوه، واقلبها معايا. بصوا بقى ممكن ناخد الكبشه كده، امسكي لي دي. بصوا وبعمل ايه بالكبشه كده اهوت، وبخليه يملى بس يبقى رقيق، وافضل احرك كده. ايوه زي الدايره، واخليه رقيق واحرك كده. بصوا هملى كل الطاسه اهو، وهسيبه
ولو في حته اتخرمت احط فيها تاني واملى كل الطاسه. بصوا ما كلفناش حاجه، يعني لو باظ منكم ماما قالت لكم ما تجربوش قولي لها ده شويه دقيق وميه يا ماما. في هنا نقره كده هصلحها وهنسيبها ايه لما تستوي شويه. ممكن بقى تشيل لنا ده، هنجيب بقى بوله تانيه ونعمل فيها سلطه الطحينه. سلطة الطحينة احنا قلنا قبل كده ان احنا ما بنعملهاش بمية سخنة، بنعملها بمية ساقعة. انا بجيب لها مية ساقعة، اتفضلي يا بسملة. الاول هحط لها خل، هنحط لها اجيب بس من هنا هوت معلقة دولت، يعني تقريبا ربع كوباية طحينة، هحط لهم تلات معالق خل. احنا قلنا قبل كده سلطة الطحينة، واحنا برضو مقياس الخل زي ما احنا بنحب. وهاتي حبة كمون، اجيب انا الكمون، اجيب انا حبة كمون، وهنحط مية بقى عشان تقلبيها. هاتي منديل يا بسملة، لو مش عارفة تقلبيها بالمعلقة ممكن نجيب المضرب. هات لها المضرب اسهل لها. تعالي انت هنا بقى كده عشان انا اقلب العيش. باي سباتيولا او حاجه بنروح محركين العيش وقلبينه. حطيها هنا عشان تملكيها. ليه ماسكاها في ايدك؟ حطيها هنا عشان تملكيها. العيش بتاعنا احنا مش هنخليه يحمر قوي علشان عايزين. ايوه يا منى اتفضلي، هاتيني انا هنا وتعالي انت كده. ها اتفضلي اسالي. هو احنا ممكن نستخدم نوع عيش تاني غير النوع اللي حضرتك عملتيه؟ اي نوع تحبيه، بس انا بعلمك لو ما عندكيش عيش. اتفضلي يا حبيبتي. ممكن نشيل ده. كده حلوه قوي، تخنها جميل، بس ناقص نحط لها ملح. ممكن برضو نحط لها رشة زيت. اتفضلي يا بسملة، بسملة مسؤولة تشيل الحاجات، برافو عليكي. تبقى نكمل هنا. بصوا بقى احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا سلطة الطحينة وعندنا الشاورما وعندنا العيش اللي بنعمله، بس احنا كنا مجهزين عيش. فين هو يا بسملة؟ من قبل كده عشان ما نقعدش بقى نعطلكم. اتفضلي يا رنا. اهو مسويينه ومطلعينه لونه فاتح، بس حاطين كلينكس من تحت علشان ما البخار بتاعه ما يطريهوش. اتفضلي. لسه واحنا اليوم نيجي ناكل ساندوتش بنلاقي فيه عصاره. علشان خدتي بالك من الحركه اللي انا عملتها، ان انا ما سبتش الشاورما تتشرب قوي ورحت حاطه حبه دقيق، وبعد كده هو اتحطيت حبه طحينه. هم دولت اللي بيخلوها، بصي المعلقه دي مطرح الطحينه، هم دولت اللي بيخلوها تحسيها كده ملزقه مع بعض وفيها عصاره، ده غير سلطه الطحينه اللي هنحطها كمان. فهمنا؟ بصوا بقى احنا ممكن ناخد العيش كده وناخد سلطه الطحينه نحطها. بس هي احيانا بتبقى سلطه الطحينه، اللي ما يحبش سلطه الطحينه ما يحطش سلطه الطحينه. وناخد كده، وممكن لو عايزين نحط مخلل ونلف الساندوتش بتاعنا زي العيش السوري كده. وممكن نروح عاملين كده بقى، نديله بس رشه زيت خفيفه. كان ممكن ندهنه بالفرشه يا بنات. انت حضرتك الفرشه؟ خلاص انا اديت له رشه زيت، بس احنا ممكن ندهنه بالفرشه اسهل، وهنخليه كده اهو يتشوح. هاتي الفرشه نعمل اللي بعده. اعمل انا اللي بعده ولا حد فيكم تختاروا ايه؟ ماشي. عايزه تعملي؟ اعملي يا جنى. يلا عرفنا بقى احنا بننقع الشاورما قد ايه. مين يقول لي قد ايه؟ اتفضلي يا اروى. ست ساعات.
مش اقل من 6 ساعات. اديني مش اقل من 6 ساعات. نعم؟ لا حطي تاني. هو احنا بيعجبنا برضو سندوتش المحل عشان بيبقى مليان، صح؟ احنا بقى هنخلي العيش لحد لما ياخد كده علامات ويبقى جميل. انا مطلعه فاتح عشان ياخد علامات الشوي. لف. انت عشان ما بتحبيش الطحينه ما رضيتيش تحطي الطحينه. كل واحد شط حلاوه الطبخ، كل واحد بيعمل الحاجه اللي على مزاجه. طب ندهنها الاول بالزيت. ماشي. هنا هاتي الزيت. هننظف مكاننا، نخلص وننظف مكاننا، نحط حبه زيت. ودي الفرشه اهي. واحطه هنا على الشوايه. تيجي تعملي سندوتش يا بسمله؟ ماشي يلا. تعالي يا بسمله. رجعي الزيت لحد ما نخلص. تعالي يا بسمله. اتفضلي. هنا الرغيف ده خلاص هنشيله بقى ونحطه تحتهم خالص، عشان ايه؟ هو اخر واحد سخن مش هنقدر نعمله. وهنشيل الطاسه من على النار عشان ما تلسعش حد. ايه رايكم في الوصفات؟ اتبسطتوا؟ احنا بقى هنكمل السندوتشات بتاعتنا وهنطلعها لكم برضو، هتشوفوها. مش هناكلها قبل ما نوريها لكم، بس هننهي الحلقه معاكم ونقول لكم باي باي. وفي الفوتشات هتشوفوا السندوتشات بتاعتنا. باي.